بكرة كلكم معزومين على حفلة الحنة، ناطرين تشريفكم. بالإذن. أخي آشيش، أنا جهزت قائمة أغاني غير شكل مشان نرقص عليها. شبك ابني؟ خلي العرس يبلش بالأول، من هلأ عم بتفكر بالرقص؟ طيب ماشي، أنا بكرة رح أجي وكوروم رح تجي وناندينيا كمان، بس الرجال طبعاً ما رح يجوا معنا على الحفلة. ليش عم تحكي هيك؟ نحن الرجال بشو مضايقينك؟ قولي لي ليش لحتى ما نروح؟ وين المشكلة إذا كنا موجودين؟ طالما في رجال ما رح نعرف نفرح. هي حفلة حنة ابني بتصير مرة بالعمر، وأنا بصراحة ما بدي جازف فيها من الأساس. بعدين الرجال شو بدهم يعملوا بحفلة الحنة دخلك؟ خلص أنا قررت رجال عائلتنا ما بيجوا. بس ماشي؟ بس أنت عم تظلمينا، نحن حبابين كتير. يلا يا جماعة تفضل. يلا تفضل. ليك اسمعني، انت عم تعرق كتير، فيك تمسح وشك شوي؟ شو اللي كان عم بيصير اليوم؟ ماتري شبك؟ ليش هيك صافنة؟ وانا قلقان مثلك، كأنه نحن بعد العشاء ما شربنا شاي. كنتي قلقانة على الشاي؟ كتير غليظ عن جد، انت مانك معقول، على طول بتضل عم تتزارف. عادي انا هيك طول الوقت، تحركي وساوي شاي. يا ولد كيف بتحكي مع اختك هيك؟ هي اختك الكبيرة. مو شايفتيها شاردة؟ قلت لها تتسلى بالشاي. ماما ليكي، هذا ابنك الغليظ غريب، ما بيفكر بحدا. بدي اتزوج يا فهمان، يعني انا رح اترك هذا البيت. مو زعلان علي ابدا؟ ايه زعلان كتير، ورح اطلع من هذا الوضع الصعب اذا تنفس طلبي هلا، واكيد رح يخف زعلي يا روحي اذا قبل ما تروحي تقتنعي وبتعملي لنا شاي. عيب عليك، رح يضل هيك، انا رح ساوي شاي. يلا بنتي. شو بو سارانج؟ أكل السادسة والسابعة بإيده، هو من إمتى بحب الحلو لهالدرجة؟ هاتي بنتي. بابا أنا عم ساوي الشاي. لا حبيبتي، ليش في حدا بيعرف يعمل شاي أكتر مني؟ ها؟ ما حدا. إيه بهي أنت معك حق. تعرفي؟ في حدا بيعمل شاي أحسن مني. مين هاد بقى؟ أنت يا روحي، مين في غيرك يعني؟ أنت؟ يخلي لي ياكي. بشو عم تفكري؟ لا ولا شي. ولا شي؟ إذا هيك ليش مبينة كتير متوترة وخايفة؟ ها؟ سارانج ضايقك بشي؟ بدك إلغي الزواج؟ يا سلام، شو بدك تعمل؟ عم تحرضها لتلغي الزواج لأنه ما بدك إياها تترك البيت؟ معقول هذا الحكي يا رجال؟ طبيعي إنها تقلق، البنت رايحة على جو جديد وعم تفكر بكتير قصص. إذا هيك القصة يا بنتي فلا تقلقي، عريسك كتير منيح، الشاب ما في أي حكي عليه. شو؟ قلي لي رأيك. لا أنت أحسن منه، سارانج شاب كتير منيح. أنا بتمنى يا أمي، تعرفوا أنا لسه لهلأ ما شفته كتير. يا عيني، عم تسمعنا انه بدها تشوفه، ليش لا تسمعي؟ احكي بوضوح. انت على طول بهالذكاء يا بابا. بتعرف انا بشو عم فكر هلا؟ قديش اختي ورفيقتها نانديني رح يضلوا يعملوا لنا مصايب ومشاكل اذا عاشوا بنفس البيت، ومو غريبه تاخذ معنا نانديني على شهر العسل كمان. يا ولد معقول عم تحكي عن اختك بهالطريقه؟ شبك يعني ما عندها شهر عسل؟ خلص بنتي لا تخافي،
قلقك طبيعي. إيه انتي معك حق امي، وانا متأكدة أشيش ونانديني بيحبوني وما رح يجيبولي عريس سيء. عيوني كتير حمر، رح البس نظارات، شو هالمشكلة؟ وهي العلامات. حبيبي؟ أمي؟ يا أهلين، قليلي خير؟ صاير شي؟ شبك يا ابني؟ أه؟ ليش هيك خفت وشو عم تعمل؟ وليش عيونك هيك حمر كتير؟ عن جد؟ ايه شوفه. ايه امي، بتعرفي انا بتحسس كتير من الغبرة والهواء، ولهذا السبب هن احمروا. وفوق هيك انا راجع من السفر وهي الفترة عم اتزوج، يبدو صابني ارهاق بلا ما حس على حالي، لهيك تعبت شوي واحمروا عيوني. ولا يهمك يا قلبي، انا رايحة هلا نام شوي وارتاح بيمشي الحال. إيه؟ لا لحظة امي اسمعيني، بدي احكي معك عادي، تفضلي. أنا بدي أطمن، أنت كيفك؟ منيحة أمي؟ يا ابني، أبوك تركني وسافر، ومن وقت ما راح حياتي من بعده صارت تعيسة، غيابه بهالطريقة كسرني، كنت خايفة أنت تعمل مثله، إنه ما ترجع لهون وتتركني عايشة لحالي. خلاص، أنا ما رح أتركك. لا تعيدي هذا الكلام، يعني معقول أتركك؟ يا أمي على فكرة أنا كتير بزعل منك، وقت بتصيري تقارنيني بهداك الزلمة. لا تحكي هيك عن أبوك. خلصنا ليكي، أنا بحكي عنه بالطريقة اللي بيستاهلها. يا أمي أنا بحياتي ما شفت حدا أناني أكتر من هذا الرجال، كان هيك طولي وقت اللي تركنا، هو راح وما فكر فينا. وليلي ليش راح؟ قال الأستاذ طلع على الجبال لحتى يريح راسه. في حدا بالدنيا بيترك مرته وابنه لحالهم بيتصرف بهي الطريقة؟ وكمان انت كل شيء بالنسبه لي، وانا ما رح اتركك ابدا يا امي. لا تقلقي، ما تبكي يا روحي. تعرف يا قلبي، عمك حكى معه وقال له انه ابنك رح يتزوج مشان يجي ويحضر عرسك، بس هو قال له انه مو ضروري يحضر العرس وما رح يجي علي. وشو يعني؟ طالما انت موجوده معي يا امي، أنا ماني بحاجة حدا، إذا حضر أو ما حضر ما عندي أي مشكلة. ويا أمي أنا ما عاد بدي إياك تبكي بعد اليوم أبدا. وألا